مرحبا حبيبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبة باذنجان كتير كتير طيبة ورائعة، مختلفة شوي بس عن جد كتير كتير طيبة، وان شاء الله بتنال اعجابكم. بهيدا الشكل لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، أول شي عنا باذنجان قشرتن بهيدا الشكل وقطعتن بهيدي السماكة، عنا لحمة مفرومة ناعم، بقدونس، بصل، بصل صغيرة، وكمان ملح، ربع ملعقة صغيرة سبع بهارات وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. بحط الملح فوق اللحمة والبقدونس والبصل، كمان حطينا البهارات، بخلطهم منيح مع بعض. بس خلطتهم منيح مع بعض، هلا بنكفي أنا وياكم. صف الباذنجانات بالصينية، كمان بحط الكفتة، كفتة بدي اعملها بهيدا الشكل اقراص، طريقتها غريبة عن جد كتير كتير رح تعجبكم، كتير طيبة. شايفين كيف بهيدا الشكل؟ بعد ما عملت الباذنجان واللحمة بهيدا الشكل، هلا بدنا نقطع بندورة نحط على وجهن. شايفين شكلهم شو رائع؟ بس حطت البندورة بهيدا الشكل، هلا بدنا نحط الخلطة فوقهم. بدي احط كمان قرنين حار، يلي بحب الحار، بهيدا الشكل. هيدا الحار انتو حسب الرغبة. هلا بنعمل الخلطة. عندي 3/4 الكوب مي، حط فوق ملعقة طعام تقريبا شراب، كمان رشة ملح، بتحطوا الشراب يا ملعقة صغيرة مليانة يا ملعقة طعام طبيعية، بخلطهم منيح مع بعض لأتأكد انه داب عنا الشراب. بالشراب هلا بحط الخلطة بالصينية فوق الكفتة والباذنجان. بسم الله، كمان بحطها بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هيدي وجبة الباذنجان اللي عملتها أنا وياكم، أخذت بالفرن 3/4 الساعة 45 دقيقة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.